طيب حابين برضو دكتور، يعني في ناس كتير ما تعرفش ان الحرف اليدويه دي بتساهم في الاقتصاد بشكل كبير، يعني حابين برضو نعرف من حضرتك يعني هذا الموضوع، وطبعا دورها في تمكين كمان المراه اقتصاديا. يعني طبعا اولا عدد السيدات اللي بتشتغل في الحرف اليدويه عادي جدا جدا، يعني في سيدات كمان كتيره بتشتغل من بيتها، يعني مش لازم تكون هي الواقفه في المعرض، لكن هي بتدي ناس تانية يعرضوا لها شغلها مثلا لان ظروفها ما تسمحلهاش بالسفر، بس عدد السيدات المشتغلات في المجال ده اعلى من عدد الرجال بعدد كبير. طبعا اقتصادنا مهم، ده في دول قايم اقتصادها على الحرف والصناعات اليدويه، مصر متميزه بده جدا دلوقتي. انا بقول لحضرتك ان احنا في السنتين الاخرانيين دول في شغلات كتيره بيصدر بره بارقام، يعني ما شاء الله ربنا طبعا يبارك لهم، بارقام كبيره جدا بتعود بنفع على الدوله. انت بتدخل لك عمله صعبه وشغلك بيسافر العالم والناس كلها بتتفرج على الشغل الصنع ميد ان ايجيبت. ده في ناس اساسا بره بيروحوا يسالوا في المعارض، اذا كان ما بيبقى في معارض دوليه وحد يساله اذا كان مصر ليها جناح ولا لا، او فين الجناح بتاعهم. يعني الصناعات بتاعتنا غزت بره دلوقتي. التصدير كمان بصراحه بقوا يعني بسطوا الاجراءات وسهلوها على الناس جدا ان هو يقدر يصدر، يعني اي شاب بس يبقى الشغل بتاعه كواليتي بتاعه عالي قوي، او اي فتاه الشغل بتاعهم يبقى كويس والفينشنج عالي والمواصفات صح، يقدر يصدر بسهوله لان بقت الاجراءات اسهل بكتير من زمان. بجانب اقامه المعارض برضه الخارجيه، يعني الدوله بتساند انها بتعمل معارض بره، فلما بتعمل المعارض بره كمان شباب الناس اللي بتشتغل معانا في الحرف بتسافر بتعرض شغلها. دي ثقافات زائد فلوس زائد دخل، يعني كل حاجه بصراحه. طبعا الحمد لله احنا بلدنا دلوقتي كل الناس بتتهتف على اي حاجه من مصر، ودي برضو حاجه كويسه لينا ان سمعتنا في الشغل جميله. معروف ان الصانع المصري ماهر جدا في الصناعه، بيقدر شغله وبيعمل شغل حلو، زائد ان احنا عندنا الهويه المصريه بتاعتنا، يعني برضو في ميزه ان احنا محافظين على الهويه المصريه. حضرتك عارف الاجانب دايما بيحبوا كل ما هو يمثل ليه الهويه المصريه، فبالتالي المعارض بتاعتنا لما بتسافر يعني في الغالب اقدر اقول لك بنسبه 90% بتبقى متباعه في المعرض، فدي نسب كبيره جدا ان حد يطلع معرض يبقى يتباع شغله كله، يرجع بشويه حاجات صغيره ممكن يسيبها الجاليري هناك يعرضها له، فبالتالي العارض كسبان، الدوله كسبانه من العمله الصعبه ومن الاتفاقيات اللي بتتم في تصدير المنتجات المصريه بالمواصفات اللي هي الصحيحه اللي الدوله حطاها، فبالتالي ده ليه دخل، ده ليه زياده كبيره في دخلنا. انا اتمنى ان كل بيت مصري يبقى في ورشه صغيره بين العيله، الاب والام والاولاد يعلموا اولادهم الحرف. احنا محتاجين نعلم الاطفال من هم صغيرين الصناعات دي، مش لازم تستنى لما يكبروا، لما الاطفال هتطلع من وهي صغيره، زي دول كتيره اشتغلت على كده ان هم يبقوا بينتجوا، بتهيالي هتحل مشاكل كمان ماديه كبيره لناس كتيره. يبقى عندك انت اوريدي عندك شغلك، لكن عندك صناعه بتقدر تعملها في البيت وبتنزل تبيعها وبتكسب منها، هتفرق مع ناس كتيره. طب لو جينا اتكلمنا دكتور عن التصدير، يعني المنتجات الحرفيه دي، يعني ازاي نقدر يعني نكون منافسين ومصدرين كمان للعالم هذه المنتجات؟ ما انا بقول لحضرتك احنا بنصدر اوريدي، احنا بنصدر، يعني احنا بنصدر حلي، بنصدر خزف، بنصدر زجاج، صناعات مش خامات، بنصدر برودكت منتج نهائي، بنصدر كروشيه، بتصدر موبيليا طبعا الاساس بتاعك رائع بره، بتصدر السجاد، بنصدر شغل الصدف والقشره بتاعنا المميزين بيه، شغل النحاس والطرق والربوسيه والتجفيف بالفضه على النحاس بره، يعني بالنسبه لهم حاجه مهوله، بيقعدوا يتفرجوا على الصانع المصري كده وهو قاعد يشتغل مبهورين ازاي بيقدر يدق بايده ويشكل حته المعدن دي، يحولها مثلا فاضه، يحولها طبق، يرسمها، يعملها لوحه، بيقعدوا يتفرجوا عليه وهم مبهورين من دقه الصنع. فبالتالي احنا الحمد لله احنا طبعا عايزين اكتر عشان احنا دايما طماعين، يعني انا كواحد دايما اقول كده، بس احنا عندنا ما شاء الله عندنا نسبه تصدير كويسه، نتمنى طبعا نسبه التصدير تزيد وهتزيد، لان كل لو حضرتك شفت المعارض دي لما بتروح
كنا الاول لما نروح اي معرض نبص بقى في الفينش وده وده لا، دلوقتي حتى لما تروح المعرض اساسا المعرض ما بيعرضش فيه غير الناس المتميزه، يعني ما بيقبلوش اي شغل، يعني برضو المعرض ليه قواعد وشروط للعرض، فما بيقبلوش الا الشغل الكواليتي اللي هو الاي 1 زي ما بيقولوا، اللي هو ما فيهوش غلطه، اللي هو ما نقدرش نقول لحد ايه ده في فينش حته هنا، لا خالص. فبالتالي المعروضات كل حاجه لما تروح تشوفها تنبهر من طبعاً. التصميمات مع التنفيذ مع طريقه حتى العرض. يعني كمان انا عاجبني دلوقتي ان هو كل فنان بقى بيفكر يعرض شغله ازاي، يبرز شغله ازاي، فكره جديده، فكره معينه يقدر يعرض بيها المنتجات يعني. بالظبط. فصحيح هتروح كل جناح لكل فرد مختلف عن التاني، حتى لو شكل البارتيشن واحد بس كل واحد حاطط فكره وفنه واسلوبه، بحيث ممكن من على بعد لو حضرتك عارف حد تقول ده البارتيشن بتاع فلان انا شايفه من هنا اهو، ده البارتيشن بتاع فلانه. أيوة. ده حلو ان بقى عندنا زي ما بنقول شخصيات لكل عارض. زائد طبعا ان احنا عندنا الهويه زي ما قلت لك، الهويه المصريه دي مهمه جدا، لازم ما ننساش ثقافتنا وهويتنا. والجميل ان المعارض اللي بتعملها وزاره التضامن دايما بتاكد على قصه الهويه المصريه بتاعتنا، يعني المنتجات حتى تشوفها لازم تقول انها مصريه، لو حضرتك ما تعرفش حتى هي منتجات مين اول ما تشوفها تقول دي بتاعت مصر. مظبوط. ودي ميزه حلوه جدا لينا، تعتبر ميزه تنافسيه لينا في اي معرض دولي، لما تخش الاجنحه ممكن تعرف الجناح المصري بدون ما لازم تشوف العلم او يبقى مكتوب عليه ايجيبت او حد لابس يعني او مكتوب احنا ايه. دي ميزه تنافسيه لينا رهيبه في وسط الدول. مظبوط صح. ان الثقافه بتاعتنا بتغزو العالم ومنتشره والناس كلها عارفاها. مظبوط. هو الحقيقة طبعا دكتورة وهاد يعني ده يعني إذا كنا بنتكلم عن موضوع الحرف الأدوية طبعا ده حاجة جميلة جدا وكلنا فخورين بيها، ويعني إن شاء الله يعني هذا المعرض يلاقي النجاح المنتظر منه وأكتر كمان، وإحنا نشجع يعني هذه الحرف يا رب ونرى الأفضل والأفضل في الفترة اللي جاية إن شاء الله. أنا طبعا يعني نشجع الناس كلهم هم طبعًا. لازم يروحوا يشوفوا المعرض. مظبوط. لأن فعلا يعني هيشتروا منه هيستمتعوا وهيلاقوا حاجات جميلة إن هم يقتنوها يا رب إن شاء الله.